تقريبا نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه ونفس طريقة الكلام اللي احنا دايما زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان النادي الاهلي بيسير وفق منهج معين اتحط امتى؟ اتحط 1907، ما اتحطش اليومين دول، ولكن من 1907 وحتى الان، لكن مع متغيرات كثيرة جدا يا كابتن سيد خلال كام سنة، 112 سنة، خلال 112 سنة متغيرات كثيرة، ولكن المبدأ يظل راسخا وواضح للجميع. اسلام، احنا من سنة 2000 ل 2004 ما خدناش دوري خالص. مظبوط. خالص. يعني سنة 2000 2001 خدوا الزمالك، و2001 2002 خدوا الزمالك، و2002 2003 خدوا الاسماعيلي، و2003 2004 خدوا الزمالك، مظبوط؟ مظبوط. يعني احنا أربع سنين ما خدناش دوري. تمام؟ ما دوسناش على طرف واحد. ما اتكلمناش بأسلوب معين ضد أي حد. خالص، وعشان كده بدأت كلامي معاك قلت لك الأربع سنين رغم إن هم صعبين جدا، لكن الناس قدرت تقارن ما بين الاحترام والادب والقوه. ما هو مش شرط تبقى عشان تبقى محترم تبقى ضعيف. برافو عليك. لا، لازم تبقى قوي جدا. مهمه دي. انا محترم بس قوي جدا. يعني انا مؤدب بس قوي جدا، بس امتى استخدمها؟ ده لما انا اكون شايف ان انا لازم استخدمها دلوقتي. ما دوسناش على طرف. يعني بالعكس كنا بنطلع نتكلم بشكل كويس قوي. 2002 نادي الزمالك خد بطوله افريقيا يا اسلام. يعني خد بطولة افريقيا، احنا خدناها 2001 والزمالك خدها 2002. لكن الاحترام والود والادب والحب كان جامع الناس كلها. كان جامع الناس كلها. هو امتى بدأ يحصل اي مشكلة؟ من 30/3/2014. تاريخ ما يعلم به الا ربنا. من 2003/2014. تاريخ ما يعلم به الا ربنا. تمام؟ اي حاجة في اي حاجة بقى هتقعد تتكلم في اي مشكلة، والمفروض ان انت تطلع ما تتكلمش يعني. يعني تطلع، يعني بقول لك انت ممكن تبقى اخواني امبارح اخواني، وبكره تبقى زي احمد وامير. تبقى يعني منين؟ يعني منين واحد بره السلطه خالص او بره الوطنيه خالص وتاني يوم زي الولاد يعني. طيب خلينا ناخد بعض الاسئله اللي جايه لك.